طيب منا طولة طارق، الرسم والتصوير، وده برضو من الحاجات، يعني مش كتير من المسابقات عموما اللي بتكون فيها التخصصات دي، ودي حاجة يعني هايلة الحقيقة، تحسب للدوم وتحسب للقائمين عليه. فقولي لي بقى، انت كنت من وانت صغيرة حابة الرسم، وسمعتي عن المسابقة ازاي كمان؟ هو الحقيقة الصراحة الواحد كان من فضل ربنا ان هو ابتدى تجربته الفنية من هو صغير، وانا برجع الفضل لأهلي الصراحة على دعمهم ليا طول السنين اللي فاتت وبشكرهم. لما الصراحة جيت أقدم على الدوم، عرفت من المسابقة من خلال السوشيال ميديا، وقدمت مع صاحبتي كمان، شجعتني جدا نقدم، ورحنا سوا وقدمنا. وسبحان الله لما عرفت بعد كده ان انا اتقبلت من الاوديشنز، حسيت انها تجربة حلوة وفرصة حلوة، وانا كنت داخلة اتبسط، وفعلا ده حصل. وحقيقي الصراحة ان برنامج مواهب يدخل الفنون التشكيلية ويخلي الجمهور جزء من تجربة الفنان، يشاركوا مشاعره ويشاركوا افكاره ويشوف الاعمال الفنية على التلفزيون، دي الصراحة كانت تجربة حقيقي وكان مختلفة في عدد جدا. من كتير من المتقدمين او اللي بينافسوكي في الرسم والتصوير. حقيقي كل المتقدمين احنا استفدنا من بعض طول فترة البرنامج، سواء من أول يوم في الأوديشنز لحد حتى الفاينلز، التنافس بينا كان إيجابي جدا، وأنا اتعلمت كتير من المتسابقين اللي معايا، فحقيقي كانت تجربة جميلة من كل الجهات.